انت لسه هنا يا شاطر؟ متخيلة يعني همشي بعد ما دورت عليك اسبوع؟ مش المفروض تعملي نسخة من المفتاح ولا ايه؟ ده بعد من شنبك اللي لسه ما طلعش. ماشي، كل حاجة هتحصل في وقتها. يا ريت تشوفي لي بقى الأوضة اللي هنام فيها. يلا بسرعة عشان عايز أنام. إيه ده إيه ده؟ ده المفروض إن أنا هنام على الأرض مثلا. أهو ده اللي عندي. لا مش ده اللي عندك، عندك أوضة تانية أهي. لا، إلا الأوضة دي. أنت فاهم؟ أنت لو دخلت الأوضة دي هكسر لك رجلك، أنت فاهم؟ صدقي بتخوفي أوي. ممكن تقوليها مرة كمان؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت ما عندكش مدرسة؟ لا أنا كبرت خلاص على المدرسة دي، دخلت جامعة دلوقتي. تصدق أنا آسفة، أنت فعلاً شكلك ولد مجتهد ومحتاج تذاكر. هتحتاج تركز صح؟ البيت ده غير مؤهل تماماً للحاجات دي. نصيحتي أنت لو قعدت هنا حياتك هتتلخبط ومستقبلك هيضيع. بتثبتيني برضه على إني عيل صغير ها؟ ماشي. أنا أخش آخد الحمام بتاعي. حاجة معينة؟ وانت خايف من ايه؟ في حاجة مخبيها في الشنطة مش عايزني اشوفها؟ انا اللي هفتح. مساء الخير. خلي بقى يهجنك. شكرا. والله العظيم انت كويس. طالبة لي اكل ها؟ وريني بقى طالبة بيتزا بالايه؟ ده عشاني. ده العشان. اسمع بقى. انت لو هتقعد في البيت ده لازم تفهم البيت ده ليه قوانين. الاكل، الشرب، فلوس الصيانه، اجره البواب، الميه، كهرباء، الغاز. عارف عارف بالنص. بالتمن. المحامي قال كده. عندك حق. ايوه انت صح. شغل البيت. ما عندناش فلوس للشغاله. يعني الغسيل والتنظيف والطبيخ وغسيل المواعين ونشر الهدوم ولم الهدوم من على الحبل وتطبيق الهدوم. بالطمن برضه ها؟ بالظبط. برضه ماشي. ممنوع منعا باتا دخول اي ممنوعات على البيت. الحمد لله ماليش فيها. الممنوعات مش مخدرات بس. يعني دواء كحه، مهدئ، منوم، كل الحاجات دي ممنوعه، اي دواء متجدول ممنوع. ماشي. المجلات القبيحه ممنوعه. الويب سايتس القبيحه ممنوعه، اي ويب سايت بحرف الاكس ممنوع، القنوات القبيحه ممنوعه، الهوت بورد كله ممنوع. انا عديت مرحله المراهقه دي خلاص من زمان، انا تمام. السجاير ممنوع منعا باتا التدخين في البيت ده. انت بتشرب سجاير؟ لا. كويس تمام. الاصحاب ممنوع الاصحاب يجوا البيت، الولاد قبل البنات. انا ماليش صحاب هنا اصلا لسه. هتتصاحب على ناس ويقولوا لك نيجي تذاكر عندك، ممنوع. سهر لوش الصبح ممنوع. تلفزيون بصوت عالي واغاني بصوت عالي ورقص وغنى وقله ادب ممنوع. برضه ماشي. انا مش عايز اكل، سديت نفسي والله العظيم. انا لا جاي اسمع اغاني ولا اتفرج على التلفزيون واعمل دوشه، انا جاي اخد ورث ابويا واروح. اخش الحمام ولا ده برضه ممنوع؟ البس شبشب وانت رايح الحمام. عرفتها.